يدفع دائما بين التوازن والاعتدال والمحبة والسلام بيننا وبين بعضنا. انتم اكرمتوا مصر وشرفتوا مصر وعزيتوا مصر، اي مصري موجود في مصر ولا حتى خارج مصر ارفع راسك. يا رب يحميك من كل شر. علينا ليه؟ انت كويسه؟ الحمد لله. لكل الشعب المصري كل التحيه وكل التقدير وكل الاحترام وكل الاعتزاز.